ثانكس. اشوفك مضايق، شو مستوي؟ خبر وسيطك العقاري يا روما ساعدك ترى. تتذكر الشقة اللي اشتريتها من فترة؟ هي الشقة الفندقية في الخليج التجاري صح؟ صحيح، بيحولونها شقة سكنية وهذا بالتأكيد حيأثر على العائد الإيجاري بشكل كبير. شو؟ تتمسخر؟ ترى هذا أفضل شيء لاستثمارك. الشقق السكنية الحين أحسن استثمار لأن رسوم الخدمة أقل بوايد وتكون بين 15 و18 درهم للشقق السكنية و40 إلى 45 درهم للشقق الفندقية. مثلاً إذا كانت شقتك الفندقية بمساحة 1000 قدم مربع تدفع 30,000 درهم رسوم خدمة إضافية سنوياً، وهذا يأثر على عائد الإيجاري مالك. واو. وفوق كل هذا الإشغال الفندقي موسمي، بتستانس بإشغال حلو لمدة 6 شهور بعدين ينزل الإشغال خلال شهر رمضان والصيف، وبيكون العائد الإيجاري أقل بوايد من الشقق الفندقية. والله منطقي جداً. ومنطقة الخليج التجاري عليها إقبال كبير، بكل سهولة العائد الإيجاري بيكون بين 6 إلى 8%. بهلا شو لازم أعمل؟ ما تسوي شيء، خلي الموضوع على وسيطك العقاري. صحيح.